كوكو لي في جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا اليوم غادي نديرو دي كريب هالوين بطريقه مختلفه. مقادير هما جوج بيضات فاني، جوج معالق ديال السكر، و 15 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، جوج كيسان ديال الدقيق من نوع ممتاز، و 500 مليلتر ديال الحليب. غادي ندمجوا العناصر كلها، غادي نخلطوها في خلاط كهربائي وغادي نبداو نطيبوا. انا غادي نوريكم الطريقه، هي سهله، طريقه مختلفه جدا. انا قسمت العجين نص درت فيه الكاكاو والنص الاخر خليته عادي. كما تشوفوا تديروا بحال شكل ديال خيوطه بال، انا بديت بالكاكاو، ومن بعد غادي نحط فوق منه العجين اللي هو عادي الابيض. وغادي ندير دابا داك الخويط بالعجين البيض اللي هو ناتور، وغادي نزيد فوق منه العجين الاسود اللي فيه الكاكاو. كما شفتوا معايا وكما تعرفوا جميع بان لي كريب هما ساهلين وطريقتهم سهله، وزعما تقريبا كلشي تعرفوا، غير هي هاد الطريقه هي مختلفه، وحتى الشكل ديالهم تيبان مختلف. الشكل النهائي هو هذا. تقدروا تعمروهم من نوتيلا، تقدروا تخليهم ناتور، يعني على حسب الرغبه ديالكم. تنشكر لكم حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. وما تنساوش لايك وابوني لاشين الى كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو. الى اللقاء.